تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بداية، وكما تتابعون على الهام أسفل الشاشة، وجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برقية التهاني إلى الدكتورة الأديبة السيدة زهور ونيسي بمناسبة تكريمها من قبل المؤسسة الكويتية سعاد الصباح بجائزة الوفاء الأدبية. هذا نصها: يسعدني بمناسبة تكريمك من قبل المؤسسة الكويتية سعاد الصباح بجائزة الوفاء، وأن تكون الرمز المكرم للثقافة العربية لعام 2023، أن أوجه إليك أحر التهاني وبالغ التقدير على هذا التكريم المستحق الذي يمثل تقديرا لمسيرتك الحافلة بالكتابة والإبداع، وعرفانا وإكبارا لدورك العلمي والفكري والمهني والاجتماعي الرائد الذي ميز مسيرتك الحافلة والسامية. أتمنى للأجيال الصاعدة أن تستمد التميز والنجاح منك، وأنت نبع العطاء والتفاني والإخلاص في العمل والتربية والإرشاد بتعامل راق وخلق عال. تقبلي أسمى مشاعري وتقديري واحترامي. إذن، وبحضور وزير الاتصال محمد دال عقاب وممثلي مؤسسة دار سعاد الصباح الكويتية صالح السعيدي وعدد من الأدباء والمثقفين، وفي لفتة تقديرية وعرفانا حظيت مساء أمس أيقونة الأدب والنضال زهور ونيسي بجائزة يوم الوفاء التي تنظمها دار سعاد الصباح الكويتية والموجهة لكبار الأسماء في عالم الثقافة والأدب والإبداع. التغطية لوصال والجواب. هي أيقونة الأدب الجزائري، مجاهدة ومناضلة فذة، روائية وسياسية، بصمت على مسيرة إبداعية ستبقى خالدة لتكرم اليوم كنجمة ساطعة في سماء النخب والمفكرين. والله أنا سعيد بوجودي في هذا الحفل البهيج، والمجاهدة والمناضلة والأديبة والمفكرة والشاعرة والسياسية والدبلوماسية تستاهل كل التقدير والتكبير. وبالمناسبة نشكر أشقائنا في الكويت، ونشكر دار سعاد الصباح، ونشكر سعاد الصباح على هذه اللفتة، وهذه نعتبروها يعني كما نقولوا يعني خانة حنايا في جبين الجزائر. نجدد لها الشكر، ونتمنى أن أواصر المحبة والأخوة بيننا وبين الكويت لا تنقطع أبدا، وهذه واحدة من جسور الصداقة والمحبة والأخوة. جائزة دار سعاد الصباح للثقافة والإبداع جائزة تستحقها زهور ونيسي نظير إسهاماتها، فجاء يوم الوفاء وفاء بعطاءاتها الكبيرة. تم اختيار هذا الاسم الرائد في الجزائر وفي العالم العربي عبر لجنة متخصصة، نظرا لإسهامات الأستاذة الكبيرة، وحقيقة يعني يحتار المرء في من في الصفة التي يطلقها على الأستاذة الكبيرة زهور ونيسي، هل هي أديبة أم وزيرة أم نائبة أم كلها، أو مناضلة مجاهدة؟ وبالتالي هي تحمل تاريخ في كل المجالات. زهور ونيسي رمز نضالي ومهني واجتماعي وعلمي شامخ يستحق الوفاء والثناء. لزهرة قسنطينة. باقتراح من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أقر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس حركة واسعة في سلك الأمناء العامين بالولايات، حيث شملت ترقية 15 إطارا محليا من سلك المفتشين العامين بالولايات ومديري الإدارة المحلية والتقنين والشؤون العامة ورؤساء الدوائر لشغل وظيفة أمناء عامين بالولايات، تحويل 7 أمناء عامين نحو ولايات أخرى، إنهاء مهام 6 أمناء عامين بالولايات. وتهدف هذه الحركة التي تأتي عقب تلك التي أجراها السيد رئيس الجمهورية في سلك الولات والولات المنتدبين إلى تعزيز وتيرة التنمية المحلية وضمان التجسيد الصارم للقرارات المتخذة بشأنها، لا سيما من خلال تأطير ناجع للشؤون المحلية من قبل إطارات مؤهلة وذات كفاءة.
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولليوم 35 من العدوان الصهيوني على قطاع غزة. يكثف الاحتلال من غاراته على مناطق متفرقة من مدينة غزة ومحاورها الغربية، ويواصل قصفه العنيف للمستشفيات مستهدفا فجر اليوم مستشفى الشفاء ومنطقة تل الهوى، حيث يوجد مستشفى القدس الذي يأوي أكثر من 14 ألف نازح. كما استهدف مستشفى الرنتيسي للأطفال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق في مرافقه، وكذا مستشفى النصر للأطفال المجاور له، مما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان إلى قرابة 11 ألفا وإصابة أزيد من 28,500 مصاب. هذا وشن الاحتلال الصهيوني اليوم حملة اقتحامات ومداهمات بمدن وبلدات الضفة الغربية، منها بلدة حزمة شرق القدس المحتلة، ومخيم عايدة شمال بيت لحم، ومخيم العروب، وفجرت منزل أسير في دوار جنوب الخليل، ما أدى إلى وقوع إصابات واعتقالات. ومع استمرار استهداف المستشفيات ومراكز الإيواء، أصبحت غزة مقبرة للأبرياء، والوضع الإنساني أصبح كارثي، حيث أفاد مدراء المستشفيات في القطاع بأن ساعات معدودة وتخرج المستشفيات عن نطاق الخدمة. وقد ناشدوا المجتمع الدولي للعمل على إدخال الإمدادات الطبية والوقود قبل حدوث كارثة كبرى. وزارة الصحة الفلسطينية من جهتها اعتبرت استهداف الاحتلال الصهيوني المؤسسة الاستشفائية جريمة حرب يجب أن تتوقف فورا، مطالبة في الوقت ذاته الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف الغارات. في حين أكد اليوم برنامج الأغذية العالمي أن سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يفتقرون للغذاء ويواجهون سوء التغذية. هذا ويحتاج البرنامج إلى 112 مليون دولار لتلبية حاجية نصف سكان القطاع، فضلا عن دخول آمن ومنتظم لمئة شاحنة يوميا. يحدث هذا فيما تتواصل المظاهرات والاحتجاجات في عدد من العواصم والمدن في مختلف أنحاء العالم تضامنا مع سكان القطاع. عودة إلى أخبار الوطن، حيث أشرف وزير الصحة عبد الحق سايحي مساء أمس على افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الثاني للجمعية الجزائرية لمكافحة السمنة وأمراض الأيض. وبالمناسبة كشف سايحي أنه سيتم إطلاق مخطط وطني لمكافحة السمنة وانتهاج مقاربة شاملة في هذا المجال ترتكز على الوقاية والتحسيس من هذه الظاهرة. الموعد شكل فرصة لتبادل الخبرات حول أهم التحديات التي تواجه الصحة العمومية. البرنامج الذي يتوجب على وزارة الصحة أن تأخذ المنحنى فيه يتمحور على خمسة مسائل أساسية. أولا، تشجيع إنتاج أغذية مفيدة للصحة. ثانيا، التأثير على البيئة وترقية ممارسة النشاط البدني الصحي، توعية السكان من أجل سلوك غذائي صحي وسليم. رابعا، تحسين توفير الفحص والتكفل الصحي بالسمنة. وخامسا، وضع مخطط إعلامي واتصالي وتربوي. وسادسا، إشراك كل القطاعات في هذا المسعى. وأعلن من هذا المنبر على بدء تصور برنامج وطني للسمنة سيكون على مستوى وزارة الصحة. تشيع اليوم جنازة الفقيد الرئيس الأسبق للاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد العايب بمقبرة سيدي الطيب بالحراش، والذي انتقل أمس إلى جوار ربه عن عمر ناهز 83 سنة إثر تعرضه لأزمة قلبية. المرحوم من الوجوه الرياضية الجزائرية البارزة، حيث سبق له وأن ترأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم العام 96-900 و1000، كما ترأس فريق اتحاد الحراش لسنوات عدة. رحم الله الفقيد، إنا لله وإنا إليه راجعون.
في كرة القدم المحلية تستأنف اليوم مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء الجولة الخامسة، ويكون برنامج الجولة على الشكل التالي: نادي بارادو يستقبل مولودية وهران، من جهته اتحاد سوف يستضيف شباب قسنطينة، أما وفاق سطيف وجها لوجه أمام شبيبة القبائل، في حين اتحاد الجزائر يواجه شباب بالوزداد، فيما باقي مباريات الجولة تلعب غدا السبت. في الرياضة دائما تتواصل سباقات والجائزة الكبرى الوطنية للجزائر العاصمة للدراجات، حيث تجرى اليوم المرحلة الثانية من المنافسة على مسافة 94.7 كيلومترات بين مدينتي بيرتوتا وزيرالدا. وكانت المرحلة الأولى قد انطلقت أمس من المدينة الجديدة سيدي عبد الله بمشاركة عدة أندية من مختلف ولايات الوطن، وقد فاز كل من الدراج محمد أمين نهاري في صنف رجال ونسرين هويلي في صنف سيدات بهذه المرحلة على مسافة 3.3 كيلومترات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام الموجز، أعود لألقاكم على رأس الساعة بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم.